مرحب بك ومرحب بأسرة نادي الأهلي العملاق، كل عام والجميع بخير. الأهلي ومصر عموما عاد الله علينا وعلى جميع المسلمين بالخير واليمن والبركات. نحن في غاية السعادة، نحن لدينا يعني لغتنا نقول نحن الآن في ضيافة أو نزور هلال القاهرة، لأن تاريخيا الأهلي هو هلال القاهرة والهلال الأهلي هو هلال السودان وهلال السودان هو أهل القاهرة، وبيننا علاقات ممتدة صغلها التاريخ والإخاء وصغلها النيل العظيم، النيل الذي يسير بيننا بالخير. والنيل هذا له رواية وله حكاية، فالنيل يمتد من عندنا إلى مصر الشقيقة، وهو عبارة عن عناق حار بين النيلين الأزرق والأبيض، والأزرق والأبيض هما ألوان الهلال، هما لونا وشعار الهلال. إذن يأتي الهلال إلى مصر عبر المياه، ويأتي إليها أيضا عبر الرياضة وعبر وشائج الإخاء والصداقة الذي بيننا أكبر من أن تصفه الكلمات. متى ما جينا إلى مصر شعرنا أننا في بلد الثاني، ومتى جاء المصريون إلى بلادنا هم بين أهلهم وبين ذويهم. نعم. حقيقة هذه هي المرة الثانية التي يؤدي فيها الهلال واجب العزاء في فقد الراحل المقيم رحمه الله، ونحن كنا حضور في التابين أو العزاء الرسمي الذي أقامه الأهلي. أنا كنت رئيسا للوفد، ولكن السيد الرئيس حبا منه وتقديرا للنادي الأهلي أصر على أن يقود وفد برئاسته هو عندما يحضر، وفي ذلك الوقت كان خارج السودان، وفعلا بمجرد أن حضر طلب إجراء الترتيبات لزيارة النادي الأهلي الذي بيننا أكبر. والسيد العامري فاروق عليه رحمة الله ورضوانه فقد كبير ليس للأهلي وليس لمصر، وإنما فقد للرياضة عموما، وكان رئيسا لبعثة الأهلي التي زارت السودان، وتشرفنا بلقائه والحديث إليه هناك. فحقيقة كان الاستقبال ودي أخوي حقيقة على أعلى وأرفع مستوى، وتبادلنا الكلمات الطيبات، وحقيقة هذا ما توقعناه، لم نتوقع غير ذلك. كما قلت في بعض الأحيان تأتي أمور عابرة يجب أن لا يغف الناس عندها كثيرا، المهم هو تجسيد هذه العلاقة، وكما قلت التي جسدها النيل وجسدها التاريخ وجسدها التعاون المشترك. نعم، داخل الملعب فليتنافس المتنافسون في إطار الروح الأخوية وما يسمى بالفير بلاي، ليس هناك مجاملة. الهلال فريق عظيم، والأهلي أيضا فريق عظيم، والكل يسعى إلى أن يسطر في تاريخه الحافل المجيد مزيدا من البطولات، هذه لا رهان عليها، ولكن كل الأمر يجب أن ينتهي داخل الملعب. خارج الملعب نحن إخوة وأشقاء، ونعمل بعض مع بعضنا البعض لتطوير الرياضة في البلدين وفي الوطن العربي عموما. والأهلي وصل إلى مراحل متقدمة في بطولة إفريقيا، ونحن عاقدون العزم على أن نمضي قدما في هذه البطولة. حقيقة لا أود أن الحديث مجددا عن العلاقات، هذا أمر مفروغ منه، ولكن أقول أن الأهلي يعني محظوظ وسعيد بأن يكون على سدة الإدارة فيه رجل بقامة محمود الخطيب. هو ليس مجرد إداري ولاعب، هو فني، هو إداري، هو توفر له يعني حب وجماهيرية لم تتوفر لأحد من قبله، فهذه نعمة أنعم بها الله على النادي الأهلي.